بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. سائل كريم مسأل يقول: هل دعاء الاستفتاح في الصلاة خاص بالفريضة دون النافلة؟ كلا، دعاء الاستفتاح في الصلاة سنة ويجوز في الفريضة ويجوز في النافلة. ودعاء الاستفتاح على ثلاثة أضرب، أولها ما يكون ثناء محضا على الله عز وجل، ثناء محض لله عز وجل، وهو حديث أبي داود: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، وأنوي على رسالة تتداول في الواتس وكذا، قال: جدك بكسر الجيم. يقول: هذا جهل، إنما هي جدك بالفتح، والله عز وجل يقول: وأنه تعالى جد ربنا، سورة الجن. وجدك أي كبرياؤك وعظمتك. والنوع الثاني من أدعية الاستفتاح ما يكون فيه إخبار عن الله عز وجل: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي، إلى آخر الدعاء، وهذا عند مسلم. والنوع الثالث ما يكون دعاء للعبد، وهو حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا الماء والثلج والبرد. وهناك أدعية استفتاح تخص الفريضة وأخرى تخص النافلة، ومنها قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اللهم هدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.